أهلا بكم. أصدر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق تقريره التاسع عن الحالة السياسية في العراق تحت عنوان حكومة السودان بين التركيبة الهجينة والهدوء المخادع. تناول فيه الأوضاع السياسية في العراق والأمنية والاقتصادية والخدمية والإنسانية، حيث قيم تجربة حكومة السودان سياسيا وأشار إلى العيوب التي رافقت العملية السياسية والفوضى وتحكم الميليشيات المدعومة من إيران. وصف التقرير النظام السياسي المتمثل الآن بحكومة السودان بالهجين، فهل نتوقع انهيارا أمنيا لا سيما بعد الدراسة التي قدمها معهد بروكينغز الأمريكي الذي أكد الغياب الأمني في العراق ووصفه بالقول إن هدوءا خادعا قائما في العراق منذ مجيء السوداني إلى الحكم، وهو طبعا ما توافق مع ما جاء في تقرير هيئة علماء المسلمين في العراق. سنضع تحت الضوء مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة، سنضع هذه القضية، وسيكون معي كل من السيد مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر ضيفي عبر سكايب. مرحبا بك أستاذ مصطفى. حياكم الله، أهلا بكم مشاهديكم الكرام وضيفي. وأرحب أيضا بالأستاذ معاذ البدري مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين في العراق. أستاذ معاذ مرحبا بك. حياك الله وحيا ضيفك الكريمين. وأرحب أيضا بالأستاذ عمر الحلبوسي الخبير الاقتصادي العراقي ضيفي عبر سكايب. مرحبا بك أستاذ عمر. نبدأ مشاهدينا الكرام الحوار بعد أن نشاهد سويا هذا التقرير، أرجو أن تكونوا معنا. القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق أصدر تقريره الدوري التاسع عن الحالة السياسية في العراق تحت عنوان حكومة السودان بين التركيبة الهجينة والهدوء المخادع، متناولا الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والخدمية والإنسانية. وهذا هو الوصف طبعا المستمر والأبرز والمستمر للنظام السياسي القائم في العراق منذ الاحتلال وحتى اللحظة، وليس خاصا بهذه الحكومة، ولكن بما أن هذه الحكومة هي أثر من آثار هذا النظام السياسي، نتيجة من نتائج مقدمات هذا النظام السياسي، فهي تجمع هذين الوصفين، تركيبة هجينة. والتركيبة الهجينة هنا تجمع بين النظام الاستبدادي وما يسمونها الديمقراطية، ولكنها بصفتها المعيبة. التقرير الدوري قيم تجربة حكومة السودان سياسياً، حيث أشار إلى العيوب التي رافقت العملية السياسية حين سمحت لقوى الإطار التنسيقي بتشكيل الحكومة رغم فشلها في الانتخابات في مشهد يدل على الفوضى وتحكم الميليشيات المدعومة من إيران بالعملية السياسية برمتها. فضلا عن التصريحات المتناقضة للسوداني التي وصف فيها القوات الأمريكية بالصديقة، في الوقت الذي يرفع الإطار التنسيقي فيه شعار مناهضة أمريكا وسط تدخلات كبيرة للسفيرة الأمريكية في العراق، بعد أكثر من 6 أشهر من إعلان حكومة السودان عن وجود خطة أو خارطة طريق لعمل حكومته، لا تزال حالة غياب الأمن المجتمعي حاضرة من خلال عمليات الاعتقال والاغتيال والقتل والتهجير القسري. لم تقم حكومة السودان بأي خطوات جادة للحد من ظاهرة طغيان الفساد في العراق بحسب القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين الذي أكد استمرار عمليات الهدر في الثروات العراقية ومقدرات البلاد، فيما أشار التقرير إلى فقدان الحكومة كحال الحكومات السابقة لها القدرة على تأدية وظائفها لتحقيق المطالب المشروعة للمواطنين، مع اتساع ملحوظ في ظاهرة إفلات الجناة من العقاب واستمرار التعذيب في السجون الحكومية الرسمية الذي أصبح سلوكا ممنهجا لانتزاع الاعترافات قسرا من المعتقلين أو الانتقام منهم ومضاعفة معاناتهم. بداية أرحب بالأستاذ مصطفى كامل، أبدأ معك أستاذ مصطفى. حكومة السوداني لا سيما لا تختلف عن الحكومات التي سبقتها، النظام السياسي في العراق منذ عام 2003 إلى الآن هو نظام يفرز حكومات متشابهة متطابقة حتى في وعودها، متطابقة في شخصها، متطابقة في وعودها، متطابقة في مخرجاتها. التقرير الذي أصدرته هيئة علماء المسلمين مؤخرا وصفت هذه الحكومة
بأنها ذات ديمقراطية معيبة ونظام استبدادي. يا ترى لماذا حملت حكومة السوداني نفس بصمات الحكومات التي سبقتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وأحيي مشاهديك الكرام وضيفيك الكريمين اللذين سينضمان إلينا في هذا البرنامج. الحقيقة هذا السؤال اللي جاء عليه بسيطة للغاية، وهي أن هذه السلطة، ولا أقول الحكومة لأنها ليست لا تتمتع بأي صفة من صفات الحكومات التي تعني أولاً الشرعية، هي سلطة لا تمتلك أي شرعية. هذه السلطة تأسست بموجب نفس السياقات التي تأسست عليها كل سلطات المشروع السياسي الاحتلالي المدمر للعراق منذ غزوه سنة 2003. هي قائمة على الفساد وعلى الإرهاب وعلى الإجرام وعلى القتل وعلى المحاصصة وعلى هدر الأموال وسرقتها، وبالتالي لا يمكن أن نتوقع من مدخلات كهذه مخرجات أفضل. هذه السلطة قامت على ذات الدستور الذي دمر العراق وفتت شعبه وفتت وقسم ثرواته ونهبها، وهي سلطة قائمة على ذات الميليشيات التي قتلت العراقيين منذ الثمانينات في القرن العشرين، وليس فقط في مرحلة ما بعد غزو العراق واحتلاله. وطبعا هذه الميليشيات التي تناسلت وتكاثرت بشكل خطير بعد غزو العراق كان لها الدور الأكبر في تأسيس هذه الميليشيا وهذه السلطة، وهي سلطة ميليشيات بالكامل، لأنها كما نعلم أسسها الإطار التنسيقي، فهي جمهورية الإطار التنسيقي كما نسميها. والإطار التنسيقي كما نعلم جميعا هو حاصل جمع هذه الميليشيات الإرهابية. هذه السلطة أيضا قامت على نظام المحاصصة، نظام المحاصصة الطائفي والعرقي والسياسي، ونظام محاصصة الفساد والإجرام والقتل. وبالتالي لا يمكن أن تكون هناك أي نتيجة إيجابية لهذه السلطة. هذه السلطة أيضا قائمة على الدعم الأمريكي والإيراني، وهما المحتلان المباشران للعراق، وبعض الدعم من دول جوار العراق، وربما في المحيط أيضا. إذن هي سلطة لا تتمتع بأي شرعية، نجمت عنها انتخابات هزيلة غير تمثيلية للشعب، غير يعني ممثلة للشعب العراقي بشكل حقيقي. وبالتالي يعني هذه هي النتيجة طبيعية لسلطة تتشكل بموجب هذه المفردات وعلى هذه الأسس. نعم، ابقى معي أستاذ مصطفى، شكرا لك. طبعا الآن أنتقل للأستاذ معاذ البدري. أستاذ معاذ، عندما تكون الحكومات في العراق على نفس النمط، الآن حكومة السوداني، وصف هذا النظام في تقرير هيئة علماء المسلمين بأنه نظام استبدادي يحمل بصمات ديمقراطية معيبة، هذا الأمر هل هو تم استنتاجه الآن بعد 20 سنة، أم تم توقعه منذ الوهلة الأولى لانطلاق نظام المحاصصة الذي جاء بعد احتلال العراق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، بداية لابد من الإشارة إلى أن مصطلح النظام فيما يتعلق بالمشهد العراقي، إنما نطلقه في أدبياتنا هو من باب التجول، أو فلنسميه التنزل، بهدف إيصال المقصد وإيضاح الصورة. وإلا فإنه في الحقيقة لا يوجد في العراق نظام معتبر كالذي تنصرف إليه الأذهان حين يطلق. ففي العراق عملية سياسية قائمة على محددات وقواعد مفروضة لا تخدم سوى صانعيها، ولا تخدم سوى المتحكمين فيها، ومنهم على وجه الخصوص المتحكمان الرئيسان الدولي والإقليمي، وأعني بهما الولايات المتحدة وإيران. أما ما نشاهده على المشهد، اللاعبون في العملية السياسية هم مجرد أدوات متحكم بها يتم تسييرها في سياقات الفوضى واللصوصية والفساد،
الذي كان في بداية أمره يمارس استغلالاً للوجود في السلطة، تمارسه أحزاب السلطة الحالية في بداية الأمر، كان تمارسه بعدما أن استغلت وجودها في السلطة. الآن الفساد صارت سمة عامة وأسلوباً ممنهجاً لا يمكن للعملية السياسية أن تستمر من دونه. بالعودة إلى ما يقتضيه جواب السؤال، اسمح لي أن أعود بالأذهان إلى توصيف التقرير الدوري للقسم السياسي في هيئة علماء المسلمين الذي صدر منذ بضعة أيام. فالنظام السياسي القائم في العراق وصفه التقرير بأنه تكوين مهجن. نعم، هجين. لماذا؟ لأنه حصيلة للجمع غير المنضبط بين ديمقراطية معيبة وأسلوب استبدادي لا يبتعد أبدا عن المنهجية الدكتاتورية التي جاء مولفو هذا النظام وهم مصرفون بصوت أجش تحت ذريعة القضاء عليه. إذا أردنا تفصيل الأمور أكثر لبيان معنى هذا التوصيف، فإن الديمقراطية وبغض النظر عن موقفنا منها سواء في التعريف أو المحددات أو الآليات وما تقتضيه من مخرجات، بغض النظر عن ذلك كله، الديمقراطية في النظام السياسي القائم في العراق اليوم ليس لها من الدلالة شيء سوى ترتيب الحروف وتكوين المصطلح. وإلا فإن منظومة العملية السياسية وكافة مخرجاتها لا تمت إلى ديمقراطيتهم التي ينادون بها بأدنى صلة، فهي ديمقراطية تستطيع أن تلصق بها جميع أنواع النقد بما يتجاوز وصف العيب الذي اكتفينا بإطلاقه عليها انسجاما مع أخلاقياتنا ومبادئنا وميثاقنا في الخطاب الإعلامي. وإلا فإن كل وصف مسيء ومعبر عن السخط والسلبية والنقص يصدق عليها وصفا وبيانا. هذا الوصف الهجين، النظام السياسي في العراق الذي وصفتموه في تقرير التاسع في هيئة علماء المسلمين، هذا الوصف ينطبق على جميع الحكومات التي جاءت بعد عام 2003 أم فقط يعني تتصف به وتتسم به حكومة السودان الأخيرة؟ حكومة السودان هي نتاج هذه العملية السياسية، هذا التوصيف هو ينطبق على العملية السياسية بكليتها بأسسها ومحدداتها ومخرجاتها. وهذه الرؤية في الحقيقة هي كانت مبكرة جدا في خطاب هيئة علماء المسلمين وتشخيصها للمشهد العراقي منذ أسابيع الاحتلال الأولى، منذ تشكيل مجلس الحكم الذي أسس على المحافظة الطائفية والعرقية والذي اتخذ من شكل هذه الديمقراطية المشوهة منطلقا لتعاقب الحكومات على بغداد. هذه الديمقراطية كما أسلفنا على الرغم من تشوهها يعني يوازيها في نمطية الحكم الاستبداد والديكتاتورية التي هي واقع حال جميع الحكومات التي تعاقبت منذ سنة 2003. أحزاب السلطة التي نصبتها الولايات المتحدة وفوضت إيران للتحكم بها تتعاطى مع المشهد السياسي برؤية أحادية وذات نمط تسلطي على العراقيين، يتخذ من العسكرة والقمع وتكميم الأفواه وسيلة للتفرد بالحكم. ولك أن تنظر إلى ما فعلته حكومات الاحتلال بحق المحتجين والمتظاهرين الذين يطالبون بحقوقهم، بل المطالبين للحكومات المتعاقبة بالوفاء بوعود أطلقتها هي. الذين يطالبون الحكومات بتنفيذ وعودها يواجهون قمعا ويواجهون تكميما للأفواه غير مسبوق، فضلا عما هو حاصل من قمع مادي ومعنوي بحق كل من ينتقد سلوك الحكومة وأحد أحزابها وإحدى ميليشياتها. هذا باختصار هو يعني التوصيف الذي يطابق نظام العملية السياسية وواقعها. واضح أستاذ معاذ. نعم، شكرا لك، سأعود إليك مرة أخرى. أستاذ عمر الحلبوسي خبير اقتصادي، عسكرة المجتمع، فوضى أمنية، كل ما يجري في العراق وصف للنظام السياسي في العراق بأنه نظام هجين، كل ذلك يعني ألقى بظلاله السوداء الكالحة على الاقتصاد العراقي، على وضع المواطن العراقي. المواطن يرجو من أي حكومة وفي أي دولة أن تقوم بخدمته، أي أن هذه الحكومة تسعى من أجل رفع دخله، من أجل ترسيخ الانتماء عن طريق يعني جعل المواطن يتسم بالرضا النفسي تجاه الحكومة. ما الذي جناه المواطن من حكومات متعاقبة غير التغييب وتكميم الأفواه والقمع والقتل والاعتقال تحت اتهامات أو تهم جاهزة مؤطرة؟
ماذا جن المواطن العراقي؟ لماذا يراد للمواطن العراقي أن يكون فقيرا، أن يكون متشردا، أن يكون فاقدا لأمانه، فاقدا لرزقه؟ يعني أثر هذا النظام على الاقتصاد في العراق، هل حدثتنا عنه؟ أهلا وسهلا بكم، لكم ولضيفكم الكريمين والكرام. الحقيقة منذ عام 2003 وإلى يومنا هذا تعرض الاقتصاد العراقي إلى تدمير ممنهج من قبل الحكومات المتعاقبة، وهي ليست عملية عبثية من وليدة اللحظة، بل هو مخطط إجرامي جرى الاتفاق عليه بين الدول الإقليمية والتحالف الدولي وعلى رأسهم إيران والولايات المتحدة الأمريكية، الذين أجهزوا على الاقتصاد العراقي بشكل كامل على القطاعين العام والقطاع الخاص، مما أدى ذلك إلى انتشار الفقر وارتفاع نسب الجريمة في المجتمع العراقي، التي كانت لها الأثر السلبي الكبير على نمو هذا المجتمع وتنميته بشكل كبير. حقيقة أن عملية إفقار الشعب العراقي هي عملية ممنهجة، وهي ضمن الأبجديات الإيرانية، ولو تتبعنا السياسة الاقتصادية في إيران لوجدنا أنها تعتمد على تجهيل شعبها وإفقار شعبها، وقامت بنقل هذه السياسة إلى العراق وإلى لبنان وإلى سوريا وإلى اليمن، والهدف من ذلك هو استغلال الشعب وتنفيذ مخططاتها الإجرامية من خلال هذا الإفقار لإجبارهم على الانخراط بعمليات الميليشيات وأنشطتها، مما يسهل عليها القيام بمشروعها التوسعي الإقليمي. الاقتصاد العراقي جرى تدميره من أجل أن يرتقي بالاقتصاد الأسود، وهو الاقتصاد الذي تقوده الأحزاب والميليشيات والحرس الثوري الإيراني، وهذا الاقتصاد قائم على سفك الدماء، وهو محروس بسلاح الميليشيات المنفلتة. في نفس الوقت جرى تدمير الاقتصاد العراقي، ولو تتبعنا حقيقة الاقتصاد الأسود لوجدنا له قيمة كبيرة جدا مالية، مما كون لهذه الميليشيات ولإيران إمبراطورية كبيرة جدا من الأموال تقدر بمليارات الدولارات، قائمة على غسيل الأموال وتهريب الدولار والتجارة بالأعضاء البشرية والمتاجرة بالمخدرات وغيرها من أدوات الاقتصاد الأسود الذي أسسته إيران من أجل إمدادها بالمال ومن أجل إمداد ميليشياتها المنتشرة في العراق هذا النظام وفي الدول الأخرى، بنفس الوقت يتيح لها تسهيل تنفيذ مخططها الكبير التوسعي والبقاء لأطول فترة في العراق، وبنفس الوقت التدمير الممنهج للاقتصاد الوطني ذلك لجعل العراق عبارة لتصريف البضاعة الإيرانية السيئة، وهو ما يفسر حقيقة تدمير قطاع الصناعة بشكل كامل وقطاع الزراعة بشكل كامل، وهناك عملية تدمير لبقية القطاعات المنتشرة في المجتمع، فضلا عن قيام هذه الحكومة بتبديل ثروات العراق وعدم استغلالها بالشكل الأمثل، مما يساهم بحدوث تنمية ونمو اقتصادي في العراق. هناك أستاذ عمر إذا سمحت لي، هناك أكثر من 450 مليار دولار تبخرت من أموال الشعب العراقي، إذا نظرنا إلى هذا الرقم فمن الصعب أن نستوعبه. هذا النظام الذي وصفه القسم في قسم الإعلامي في هيئة علماء المسلمين بأنه النظام الهجين متهم بسرقة أموال الشعب العراقي، ولكن هذه الأموال لم يتم إرجاعها ولا بأي خطوة من الخطوات. أنتقل بالسؤال للأستاذ مصطفى كامل. أستاذ مصطفى، يعني عدم إرجاع أموال العراقيين المنهوبة 450 مليار دولار إلى العراقيين، هذا حق المواطن العراقي، ودائما ما نسمع الحكومات المتعاقبة وخاصة حكومة السوداني تتحدث أنه لا حاجة لوجود تحالف دولي في العراق، في حين الكثير من المراقبين السياسيين يربطون هذه السرقات بالوجود الأمريكي. تفضل. يعني أولا
السرقات والفساد والاختلاسات ونهب أموال العراق ابتدأ مع الاحتلال الأمريكي، سلطة الاحتلال الأمريكي التي جاءت وحكمت يعني اسميا في العراق لمدة سنة واحدة، ولكنها مستمرة في الحكم بأشكال عديدة طيلة السنوات العشرين المنصرمة. هذه السلطة هي من أسس لنظام الفساد ونظام السرقة ونظام نهب أموال العراق، وهي من أسست لنظام مزاد العملة الذي تحول فيما بعد إلى نافذة بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي، وهي وسيلة لنهب أموال العراق مستمرة منذ العام 2000 منذ سنة 2004 تحديدا. هذا فيما يتعلق ب يعني تأسيس هذا النظام الفاسد ومن الذي مسؤول عن هذه الجريمة، جريمة نهب الأموال العراقية. حضرتك أشرت إلى مبلغ 450 مليار دولار، المؤشرات تقول أنها الأموال المنهوبة من العراق تجاوزت 1200 مليار دولار خلال السنوات العشرين. يعني نحن نتحدث عن 20 سنة من النهب المستمر، النهب الواسع الذي تقوم به جميع الميليشيات والأحزاب والشخصيات التي اشتركت في هذه العملية السياسية الإجرامية بوسائل عديدة وبنسب مختلفة وبأشكال وطرائق ربما لا تخطر حتى على بال الشيطان، لأن الذين صنعوا هذا النظام كما قلت صمموه على أساس تدمير العراق ونهب ثرواته ونهب يعني عن طريق إدامة عجلة الفساد وفوضى الفساد، عن طريق إدامة عجلة الفساد والفوضى، وعن طريق العملية السياسية الاحتلالية، وعن طريق رخص بيع النفط العراقي أو استخراج النفط العراقي، يعني بيع النفط العراقي للشركات التي أخرجها قانون التأميم الذي صدر في العام 1972 في الأول من حزيران 1972، أعيدت هذه الشركات الاحتكارية لتستولي مجدداً على نفط العراق وثرواته من خلال جولات التراخيص المعروفة التي أصبحت الآن ربما 5 جولات. هذه رهنت الثروة العراقية لعقود قادمة، كبلت المواطن العراقي، كبلت العراقي الذي لم يولد بعد بكم هائل من الديون والغرامات التي تفرض. هذه يعني عملية النهب عملية أساسية في صلب هذا النظام. يعني لك أن تتصور أنهم بعد أن اتفقوا على شكل الموازنة خلال الأشهر الماضية، وكانت الميليشيات التي تعترض الآن على نظام الموازنة، على قانون الموازنة، وهو فيه نهب كبير واسع جدا لأموال العراق، وفيه تضخيم كبير لكتلة الموظفين، لكتلة الخدمات التي لا توجد، وللمشاريع التي الوهمية وإلى آخره، عادوا بعد 5 أشهر من بدء السنة المالية، ويفترض أن تقرر الميزانية في الأشهر الأخيرة من العام المنصرم أو في الشهر الأول على الأقل، عادوا بعد انقضاء 5 أشهر وفي عشية جلسة التصويت على الموازنة ليفجروا أزمة جديدة مع نظام، مع حكومة إقليم كردستان العراق. لذلك هذا وهي جزء من النظام، من ائتلاف إدارة الدولة كما يسمونه، هو الذي شكل هذه السلطة، سلطة محمد الشيع السوداني، يعني سلطة الإطار التنسيقي بزعامة محمد الشيع السوداني. عادوا الآن ليصنعوا أزمة جديدة بدعوى الحرص على أموال العراق، ولكنهم في الحقيقة ينهبون الأموال العراقية بشكل كبير وبطرق مختلفة كما ومتعددة كما قلت. هذه الأزمات يعني اقتصادية وسياسية وأمنية وإدارية وإلى آخره لا يمكن أن تنتهي في ظل هذا
هذا النظام صفا. نعم القائم على الاجرام وعلى الازمات. نعم ابقى معي استاذ عليكم متوخر. استاذ معاذ البدري مسؤول قسم الاعلام في هيئه علماء المسلمين في العراق. استاذ معاذ اعود اليك بسؤال عن تناقضات الحكومه. لماذا ترى تناقضات في حكومة السوداني هي شبيهة بتناقضات الحكومات التي سبقتها؟ ففيما يخص حكومة السوداني، تارة تتحدث عن القوات الأمريكية بأنها قوات صديقة، تارة أخرى تتحدث أنه لا حاجة لوجود قوات التحالف الدولي وذلك لعدم وجود داعش. الكثير من التقارير تتحدث عن أن دوامة الفساد والفوضى هي موجودة بتواجد الأمريكيين في العراق منذ عام 2003 وحتى الآن، والدليل هو ما يراه المواطن العراقي بعينه، نظام هجين يتصف بأنه نظام فساد. المواطن العراقي أصبح الآن يطلق على هذا النظام بأنه حكومة الفساد، لا يسميها الحكومة العراقية، هذا على لسان المواطن العراقي. يا ترى ما سبب هذه التناقضات من حيث القوات الأمريكية، يعني بين أمريكا والحكومة، حكومة السودان الحالية، تناقض في التصريحات، كيف تفسرها؟ نعم يا سيدي، هذه التناقضات مردها إلى ارتهان حكومة الاحتلال التاسعة بمحددات ومعطيات العملية السياسية. دعني في البداية يعني أقف عن أن أنوه إلى حقيقة واضحة. نعم هي حقيقة يعرفها الجميع، لكن يراد لها أن تغيب عن ذهن من يرفض الأحداث لغايات ومقاصد مختلفة. هذه الحقيقة هي التي تولد هذا الكم من التناقضات لدى في الخطاب الإعلامي الحكومي أو في المقصد السياسي لها. الحقيقة هذه تقوم على أن النظام، العملية السياسية ومخرجاته من حكومات وقوانين وغير ذلك، جميعها ترتبط بتناسب عكسي مع حالة الأمن بشكل عام وأمن المجتمع على وجه الخصوص. التناسب العكسي هذا يعني أن النظام يبقى قائما رغم كل ما فيه من شروط الانهيار ومسبباته طالما كان هناك انهيار أمني في البلاد. فإذا استتب الأمن وتخلص العراقيون من مشكلاتهم وبدأوا بالنظر إلى حياتهم وشؤونهم، فإن العملية السياسية لا تجد ما يغذيها لتستمر. لذلك ترى بين حين وآخر تتولد المشكلات وتتفاقم الخلافات في دائرة العملية السياسية، ثم تكون مآلات هذه الخلافات على الأرض لا يدفع ثمنها إلا العراقيون أنفسهم، وسرعان ما يتصالح أولئك المتشاكسون فيما بينهم، فمن كان مجرما في مرحلة ما يصبح ذا منصب في مرحلة أخرى، وهكذا تبعا لمشروع ومراحل مشروع الاحتلال. هذا هو الأصل في سبب بقاء حالة غياب الأمن قائمة في العراق، وهذه الحالة هي التي تولد التناقضات لدى الحكومات المتعاقبة. أقول إلى يعني تداعيات هذا المشهد بهذا الشكل لها اتجاهان. الاتجاه الأول تتعلق بالمنظومة السياسية نفسها، هذا مطلب بقاء الوضع الأمني في العراق مضطرب، مطلوب تحقيقه من جانب أحزاب السلطة لأنها لا تجد في حالة استتباب الأمن الوقود اللازم لتسيير عجلة مشاريعها المرحلية، وهي يعني بالضرورة شيء لازم للمشاريع الاحتلالية سواء كانت بعيدة المدى أو متعددة المراحل. كما أسلفت قبل قليل، المنظومة السياسية لا تضمن استمراريتها إلا بتصاعد الفوضى وتنامي الاضطرابات، وذلك يتحقق بانهيار الأمن بلا شك. الاتجاه الآخر لظاهرة فقدان الأمن وبقاء الأمن المجتمعي في العراق في حالة انهيار تمثله التداعيات التي تلحق بالعراق بلدا وشعبا ومقدرات طيب. ومستقبلا وغير ذلك. أستاذ معاذ، يعني مثلما تتوقعون أن هناك انهيارا أمنيا في العراق، معهد بروكنز أيضا وصف ما يجري في العراق بأنه هدوء مخادع. يا ترى يعني ماذا يقصد من وجهة نظرك التي تتطابق طبعا مع ما جاء في هذا المعهد الأمريكي عندما يصف ما الواقع الأمني في العراق بأنه يسوده هدوء مخادع؟ ما هي المؤشرات على ذلك؟ أولا هو يصف الهدوء بالنسبة لما هو ظاهر عندهم من جراء تصريحات الحكومية ومحاولة نقل الصورة الوردية لواقع العراق عبر وسائل الإعلام
الإعلام هذا الممنهج أو حاد النظر. كما تعلم أن يعني المشروع الاحتلالي في العراق حينما يعني حاول أن يطبق نظرياته استخدم الإعلام وسيلة ليروج لإنجازات غير موجودة ولأوهام لا تجد على الأرض سبيلا. اليوم الحقيقة يعني حقيقة ما يجري في العراق هناك انهيار أمني حقيقي. يعني عندما قلت قبل قليل أن بقاء استتباب الأمن يبعد عن العملية السياسية ظروف وأسباب إدامتها، هناك مقصد آخر من جعل الملف الأمني في العراق في حالة اضطراب، وهو إشغال العراقيين بمأساته الأمنية وما تولده من مآت أخرى مرتبطة بها. هذه من شأنها أن تعرقل أي جهد قد يواجه النظام السياسي وأحزاب السلطة وميليشياتها. هذا من جهة. من جهة أخرى اللعب على وتر الانهيار الأمني وسيلة تتخذها الأحزاب السياسية لممارسة أسلوبها الممنهج في الفساد والسرقات والتحكم بمقدرات العراقيين وخيراتهم. إذن في كل الأحوال تجد أن موضوع الأمن تحديدا هو محور رئيسي لمشروع الاحتلال ومظنة مهمة لتحقيق أهدافه. لك أن تنظر إلى أبعد من ذلك حينما تجد في مواد الدستور ما يهيئ لاشتقاق قوانين ذات صبغة أمنية وعسكرية من مثل قانون مكافحة الإرهاب سيء الصيت أو قانون الاتفاق وما أشبه ذلك. هذه القوانين التي تتخذ منها الذرائع لشن عمليات عسكرية بأبعاد طائفية مثل ما هو حاصل حتى الساعة في العديد من مناطق الأنبار وصلاح الدين ونينوى وغيرها، على الرغم من أن حكومة الاحتلال السابعة بزعامة العبادي آنذاك كانت قد ادعت بعد منتصف سنة 2017 بانتهاء العمليات العسكرية والقضاء على ما أسمته الإرهاب. فما الداعي اليوم لإطلاق عمليات عسكرية بين حين وآخر وفي مناطق معينة من العراق؟ لا جواب على ذلك إلا بأنها تهدف إلى بقاء حالة الانهيار الأمني أطول مدة ممكنة وعلى أوسع مدى. هذا لا تغطيه وسائل الإعلام ولا تسلط الضوء عليه. فالناظر إلى المشهد من الخارج والذي يعتمد فقط على مصادر الحكومة يجد أن في العراق هدوءا وأن لا حراك عسكريا موجودا على الأرض، وبالتالي يصف بأنها حذر. لكن الذي يتغلغل في أعماق المشهد ويبصر ما تشهده مناطق أحزمة بغداد والمناطق التي تشهد تغييرا ديموغرافيا وما يجري في محافظة ديالى على سبيل المثال وفي تخوم كركوك وغيرها من مناطق العراق، يعرف أن هناك انهيارا أمنيا غير مسبوق، وأقول هذه بكل صراحة، انهيار أمني غير مسبوق في تلك المناطق تقوم الميليشيات فيها بدور البطولة. فبالتأكيد أنه لا يستطيع يعني أصحاب النظر إلى الواقع العراقي من الخارج لا يستطيعون أن يردوا الحكومة بهذه الحقائق، فيصفون الهدوء بالحذر نوعا من الدبلوماسية في الخطاب وأملا في أن يحظوا بشيء من ثقة الولايات المتحدة التي ترعى مشروعها في العراق. نعم، ابقى معي أستاذ معاذ لو سمحت، سأعود لك مرة أخرى. بالعودة إليك أستاذ عمر الحلبوسي، وصفت الحكومات المتعاقبة في العراق بأنها حكومات فساد وأن الطغيان الفساد هو السمة الأبرز. دائما ما نسمع من قبل كل حكومة عن عجز في الموازنة، دائما ما نسمع عن أن الحكومة سوف لن تستطيع الإيفاء بحاجات الموظفين من رواتب. يا ترى هذا البلد النفطي الذي فيه الكثير من الثروات البشرية والثروات المادية والنفطية يتحدث عن عجز في الموازنة وعجز في الحقوق الاقتصادية وعن قلة في فرص العمل، في حين أن الكثير من الدول التي تملك عشر الموازنة في العراق نراها من الدول المتقدمة. يا سيد الفاضل، حقيقة منذ عام 2003 كل الموازنات التي تقر هي ليست للعراق، بل هي من أجل الصرف على إيران وعلى لبنان وعلى سوريا وعلى اليمن، أقصد الميليشيات المنتشرة في هذه الدول. وما يبقى من فتات الموازنة يقسم إلى الشعب العراقي وتلاحقه الأحزاب والميليشيات بالسرقة والنهب. حقيقة العجز المتولد في الموازنة العامة العراقية هو عجز افتعالي من قبل هذه الحكومة، وجاء هذا العجز بسبب رفع النفقات الكبيرة من الصرفيات التي لا يحتاجها العراق، بل هي جاءت من أجل تبويبات عمليات الفساد الكبيرة. ولو بحثنا عن الأموال التي تسرق
من العراق على مدى 20 عاما لوجدناها في المصارف الخاصة، إذ يوجد في العراق 72 مصرفا خاصة، كل جميع المصارف المتواجدة في العراق الخاصة إما تتبع للأحزاب أو للميليشيات، إذ أن العراق يمتلك مصارف خاصة أكثر من بريطانيا وأكثر من السعودية وأكثر من روسيا، بالإضافة إلى ذلك نجدها في الكليات الأهلية والجامعات الأهلية والمستشفيات الأهلية، وكذلك نجدها في المجمعات السكنية وغيرها من الأنشطة التي تقوم بها هذه الأحزاب الحاكمة من عمليات غسيل أموال من خلال هذه الأدوات. يضاف إلى ذلك نجد هذه الأموال مكدسة في بنوك إيران ولبنان وحتى في بنوك سويسرا والإمارات وتركيا ودول أخرى. هذه الأحزاب المكونة لهذه الحكومة حقيقة ارتكبت عمليات فساد ممنهج بغطاء كبير، وإلا لماذا يقوم البنك المركزي العراقي يبيع في كل يوم أكثر من 250 مليون دولار، على الرغم من أن العراق لا يحتاج إلى هذا الكم الهائل من المبيعات. ولو عدنا إلى يوم 19 نيسان لوجدنا أن البنك المركزي العراقي كان قد أعلن في ذلك اليوم عن مبيعات من الدولار أكثر من 300 مليون دولار، وعاد بعد أسبوع وعدل على مبيعات هذا اليوم لتصبح أكثر من 500 مليون دولار، ولم يصدر أي إيضاح، بل هو عملية سرقة ممنهجة وكبيرة جدا ما يحصل في العراق. هناك تبديد للثروات، هناك سرقة ممنهجة للعراق. طيب، وما يقوم به الآن هذه الحكومة هو محاولة إفراغ الخزينة العامة للدولة وكذلك القضاء على الدولار للبنك المركزي العراقي، إذ لا يروق لهذه الحكومة ولا لرعاتها الإيرانيون أن يرتقي العراق اقتصاديا، وإلا لماذا لا نجد أي مشروع استراتيجي أقيم في العراق على مدى هذه 20 عاما، بل نجد هناك تدمير كبير لكل المشاريع التي جرى بناءها قبل الاحتلال. يضاف إلى ذلك هناك عملية طرد للمستثمرين، إذ أن البيئة العراقية أصبحت بيئة طاردة للمستثمرين جراء الكوميشنات والتهديدات التي تفرضها هذه الأحزاب الحاكمة والميليشيات. لذلك حتى المستثمرون الذين يأتون لزيارة العراق تفرض عليهم أتاوات كبيرة من قبل هذه الحكومات، مما يضطر هذا المستثمر إلى مغادرة العراق. حقيقة أن هذه الحكومة وجدت من أجل إفقار العراق وتدميره سياسيا وثقافيا واجتماعيا، وأنا سبق وأن قلت أن كل بلد تعبث به إيران يدمر سياسيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا، إذ أن هذه تتبعها إيران والتي تعبث فيها. ولن يرتقي العراق ولن تقوم له قائمة إلا بالتخلص من إيران وأدواتها الفاعلة التي تعبث في العراق. نعم، ابقى معي أستاذ عمر. بالعودة إليك أستاذ مصطفى كامل، المنظومة التعليمية في العراق وصفت بأنها منظومة تعاني من التجهيل وإدخال البعد الطائفي فيها. العلم والعلماء هم أكثر أهمية من حيث إقامة أو إنشاء جيل فاهم متعلم يستطيع بناء دولة في العراق. الواقع التعليمي، الواقع الصحي، الواقع الصناعي ربما يعتمد كله على الواقع التعليمي. عندما تقوم بصنع الإنسان فإنك بالتالي تصنع دولة وتصنع بلد متقدم. في العراق يتساءل الكثير من خبراء التعليم، خبراء الاقتصاد، خبراء السياسة، لماذا يراد تجهيل الأجيال من خلال إفقارهم، من خلال جعل الجامعات لا تملك شهادات رصينة، من خلال إخراجها من الاعتراف الدولي؟ لماذا في العراق بدأ هذا المشروع تحديدا مع نظام المحاصصة ومجيء نظام المحاصصة؟ تفضل أستاذ مصطفى. يعني منذ اليوم الأول أو منذ الأيام الأولى لغزو واحتلال العراق بدأت عمليات تصفية واغتيال الكفاءات والنخب العراقية والعلماء في شتى المجالات. ويعني نتذكر كانت البداية مع عميد كلية الطب في حينها ونقيب الأطباء
الدكتور محمد عبد الله الراوي رحمه الله، وتوالت عمليات اغتيال العلماء والنخب والكفاءات العراقية في كل المجالات، وبالتالي اضطر عدد كبير من هؤلاء العلماء والأساتذة العراقيين والخبراء إلى مغادرة الأراضي العراقية طلبا للأمان، وأيضا يعني زج بعدد كبير منهم في السجون. لهذا هذه كانت الصفحة الأولى من صفحات يعني تدمير التعليم في العراق. بعد ذلك جرت عملية نشر المفاهيم الجهل والمفاهيم الطائفية والمفاهيم المنحرفة في المؤسسات العلمية بعد سيطرة البيبيشيات على عدد من الجامعات العراقية. تلت ذلك عمليات تدمير للمؤسسات العلمية أو للكفاءة الأكاديمية والعلمية من خلال اختراع مؤسسات جديدة في العراق، جامعات أهلية، كليات أهلية لا تتناسب مع أي من المعايير العلمية المناسبة. أيضا هناك عملية التجهيل المقصودة عبر المنابر الطائفية الإرهابية التي توزع الإرهاب والجريمة والقتل وتحث على ارتكاب الجرائم بشكل كبير. كذلك هناك وسائل الإعلام التي يعني أنشئت بطريقة وتكاثرت بطريقة أميبية حقيقة في العراق. كل ذلك أدى أيضا إلى نشر مفاهيم من الجهل والطائفية والأكاذيب، وبالطبع يعني هي بعيدة جدا عن المفاهيم الوطنية ومفاهيم الإعلام الوطني والتي تخدم المجتمع العراقي. هذه كلها طبعا أيضا دمرت المدارس، لا توجد هناك يعني مدارس حقيقية في العراق. العملية التربوية وليس في الجامعات فقط، وإنما على مستوى مدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية. كذلك جرى تخريب المناهج العلمية بكثير من الدس الطائفي وتحريف التاريخ وتزويره، وكل هذه يعني أوجدت جيلا من الشباب العراقي بعيد عن القيم الحقيقية وبعيد عن القيم الدينية والاجتماعية والعلمية وبعيد عن المعايير العلمية وبعيد عن القيم الوطنية والأخلاقية. هذا أيضا أدى الوضع السياسي والأمني والاقتصادي، أدى أيضا إلى نشوء ظاهرة التسرب من المدارس. وكل هذا يعني مع التجهيل المتعمد والطائفية كما قلنا، نشر الأفكار الطائفية، هذا كله جزء من عملية تدمير العراق، إنشاء عراق جديد مخلط مصطنع لا علاقة له بقيم الأمة ولا بمعايير العلم التي كانت سائدة في المؤسسات التربوية والتعليمية الأكاديمية في العراق. كان العراق متميزا بنخبه العلمية ونخبه الأكاديمية على مستوى يعني الوطن العربي وعلى مستويات جيدة في العالم أيضا وفي جميع المجالات العلمية والبحثية. جرى تدمير المصانع والمزارع ومؤسسات البحث العلمي، تم تدمير كل المكتبات وأرشيف العراق. كل هذا يعني جزء من عملية كما قلت خلق عراق، هم يسمونه خلق عراق جديد بعد أن يكون قد محي العراق الذي نعرفه ويمتد إلى آلاف السنين. أيضا نشر عبر وسائل الإعلام وعبر المجموعة من الذين يشاركون في وسائل التواصل الاجتماعي، نشر أكاذيب، نشر روايات مزورة، نشر وثائق غير حقيقية. كل هذا يندرج في هذا المفهوم أيضا التجهيل وتدمير العراق. اسمح لي استاذ مصطفى ان انتقل بالسؤال للاستاذ معاذ البدري، مسؤول قسم الاعلام في هيئه علماء المسلمين في العراق. استاذ معاذ، مبعوثه الامم المتحده لطالما تحاول تلميع صوره
حكومة السوداني. المواطن العراقي يدرك تماما بأن هذه الحكومة سوف تكون كسابقاتها. رغم هذا التلميع من مبعوثة الأمم المتحدة، فالمواطن يكتشف بأم عينيه أن وأذنه أن السوداني يقوم بإطلاق الوعود وأنه لا ينفذ شيئا من هذه الوعود. مضى 6 أشهر ولم يصلح لا الواقع الصحي ولا الواقع الخدمي وإلى آخره. يا ترى هل تتوقعون أن تكون هناك ردة فعل شعبية مشابهة لما شهده العراق عام 2019 في تشرين؟ نعم، بداية أود أن نعود بالأذهان إلى أن أصل المشكلة في العراق تتمثل في بنية العملية السياسية، لذلك مخرجاتها لن تكون إلا من جنسها بغض النظر عن الأشخاص والأدوات التي تعهد لها السلطة في كل مرة. من المستحيل أن يرتجي صاحب العقل إصلاحا من بؤرة فساد. جوابا على سؤالك، دعني أقول شيئا وهو ليس من باب التشاؤم ولكن لتوصيف واقع الحال. لابد أن يعي العراقيون أن النسخة الأسوأ من حكومات الاحتلال المتعاقبة لم تأتي بعد، رغم كل ما شهدته البلاد من مآت وبلايا على مدى عقدين من الزمن، لأنه بموجب سلسلة التعاقب بين حكومات بغداد طوال هذه السنين، فإن طول عمر النظام السياسي يعني إمعانا بالسوء وإغراقا في الفساد وانهيارا أكثر في الأمن ودمارا في الاقتصاد، وعدد ما شئت من شؤون الحياة كلها تتجه نحو الحضيض. نستطيع أن نشبه حكومة السوداني بأنها محطة لقاتل متسلسل يرتكب فيها جريمته ويجهز على ضحيته ثم ينتقل إلى محطة أخرى وهكذا. ما لم يتم تكبيل هذا القاتل والاقتصاص منه فإن سلسلة جرائمه لن تتوقف، فضلا عن أنه يصبح أكثر إجراما بمرور الوقت حيث يكتسب خبرة بين قوسين في الإجرام والتفنن فيه. هنا عندنا نقطة بحث سنسميها يتوهم فيها كثير ممن يتعاطون مع المشهد العراقي. خلاصتها أن تراكمات الفساد وكثرته وتعدد مشكلاته تعيق عمل الحكومة في الإصلاح أو اتخاذ خطوات يسمونها إصلاحية، فضلا عن عامل الوقت وضيقه الذي لا يعطي فرصة كاملة للحكومة من أجل العمل. الحقيقة هذا التصور فيه مغالطة، لأن إزالة الفساد يحتم على من يسعى إليها إزالة مسبباته، وطالما تخرج الحكومات في تشكيلها وبرنامجها السياسي من بؤرة المحافظة في ظل الرعاية الأمريكية والمسار الإيراني، فإن كل الأشخاص والأحزاب والجهات التي ترضى أن تتولى تشكيل حكومة في إطار العملية السياسية لن تكون صادقة في مزاعم القضاء على الفساد ولا الدعاء في الإصلاح، بل بالعكس هي ستكون شريكا حقيقيا في جميع ما يقع من جرائم بكافة أشكالها وصورها. لذلك يعني عودة على سؤالكم، الكرة الآن يعني كانت وما تزال في ساحة الشعب العراقي. الحقيقة هناك يعني مظاهرات احتجاجية في بغداد، في عدد من محافظات جنوب العراق. هذه المظاهرات لا تحظى بالتغطية الإعلامية الكافية، إلا أن يكون هناك يعني تغطية متعمدة لما يعني أو عن فعل إعلامي متعمد للتعمية عليها. هذه المظاهرات بحاجة إلى أن ترعى، بحاجة إلى أن تنمى، بحاجة إلى أن يسلط الضوء عليها، لأن الشعب العراقي يعرف مصلحته ويعرف هدفه. لذلك بعد كل ما جرى على مدى 20 عاما وبعد كل ما أدجته حكومات الاحتلال، لم يبقى أمام العراقيين من سبيل إلا أن يجتثوا هذا النظام من جذوره. شكرا لك أستاذ معاذ البدري. في أقل من دقيقة أستاذ عمر لو سمحت، هل ترى أن العراق في ظل حكومات المحاصصة سيتحسن فيه الاقتصاد؟ بالتأكيد لن يتحسن الوضع الاقتصادي في ظل حكومات المحاصصة. هذه الحكومات ما هي إلا عبارة عن ممثلون في سلك العملية السياسية الذي قوده إيران، وهي مأمورة بقيام بعمليات تدمير ممنهجة تصاعدية للاقتصاد العراقي. وأنا سبق وأن توقعت أن عام 2025 سيكون عام انهيار كبير في القطاع المصرفي وفي قطاع العقارات وغيرها من القطاعات الأخرى، مما يعني الإجهاز على الاقتصاد العراقي، وأن الموازنة العامة التي تروم هذه الحكومة والبرلمان إقرارها ما هي إلا نقطة انهيار كبيرة في الاقتصاد العراقي وتدمير العراق بشكل ممنهج لإجهاز على ما بقي من الانعاش وانتعاش للاقتصاد العراقي.
الذي جرى تدميره بشكل ممنهج، ووصلنا الآن حقيقة إلى حافة السقوط المدوية بشكل كبير مع كل الأسف. الحلبوسي، نشكرك شكرا جزيلا، الخبير الاقتصادي ضيفي عبر سكايب، وشكر موصول أيضا للأستاذ معاذ البدري مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين في العراق ضيفي عبر الهاتف، وشكرا جزيلا للأستاذ مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهة نظر ضيفي عبر سكايب. في الختام تقبلوا مني أطيب تحية في أمان الله.